صاحب المتنزه. المتنزه هو أجمل مكان. أجل، قضاء الوقت في المتنزه رائع فعلا. حسنا، أحضرت لك الحلوى لأنك مهذبة. ياي، مصاصة، الأفضل على الإطلاق. سأذهب للعب. حسنا، استمتعي لكن توقفي الحذر أيضا. ماذا سأفعل؟ أوه، النحلة، ابتعدي. لا، تريد هذه النحلة مصاصتي، لا يمكنك أخذها أيتها النحلة. هذه الحلوى ليست للنحل، إنها للذي لي أنا. تحاول هذه النحلة النيل مني. النجدة، ابتعدي أيتها النحلة اللئيمة. سأهزمك، هيا ابتعدي. ركضت بسرعة، النحل سريع فعلا لكنني أسرع. إصبعي. يا إلهي، ملكي الصغير المسكين. أمي، لقد اخترقت شظية خشبية إصبعي. لا تقلقي، يمكنني إخراجها. لا، لا تلمسيه، هذا مؤلم. يا إلهي، حسنا، مهلا، سأبحث في حقيبتي لنرى. هذا الغلاف عديم الفائدة، ولدي هذه القطع النقدية. مهلا، لحظة، القطع النقدية. عزيزتي، ابقي ثابتة هكذا. مهلا، هل خرجت الشظية؟ أين ذهبت؟ لقد نزعتها، أترين؟ ياي، شكرا يا أمي. أوه، لقد عادت النحلة، هربي بسرعة. أنا أحب الرسم والتلوين. أمي، رسمت سيارة، أحتاج المزيد من الأوراق. أوه، حسنا عزيزي، تفضل. سأرسم باللون البنفسجي، أحتاج المزيد من الأوراق يا أمي. أنت سريع في الرسم، تفضل. أوه لا، نفدت كل الأوراق. آسفة يا عزيزي، لم يعد لدي ورق. يا للهول، لا تبكي، لدي حل. أعرف حلا ممتازا، سأحتاج قطعة كرتون كهذا، سأرسم عليها الآن. ورث مهارة الرسم مني. الرسومات جاهزة، سأضيف طبقة من الشريط اللاصق. انتهيت، سأطوي الكرتون لجمع كل الرسومات. كيفن، انظر ماذا لدي. هل تريد أن تلون هذه السلحفاة؟ أترى، بهذه الطريقة لكن يمكنك تلوينها قدر ما تريد. أليس هذا رائعاً؟ واو، أعطيني إياها. سألون هذا الحيوان. حان وقت تفريش أسناني. أجل، معجون الأسنان ممتع. يا للهول، ما هذه الفوضى؟ على الأقل ينظف أسنانه. يجب أن أحل هذه المشكلة. سأضع معجون الأسنان في فتحات هذه اللعبة. عزيزي، استخدم معجون الأسنان هذا. واو، صباح الخير عزيزتي. ها، من أنت؟ أحتاج نظارتي. هيا، حان وقت الاستيقاظ. أوه، صباح النور يا أبي. لنفرش أسناننا. تناولي فطورك حتى تكبري وتصبحي قوية. أنا أحب حبوب الإفطار. حسناً، هل أنت مستعدة للذهاب للمدرسة؟ أوه، سأربط حذاءك حتى لا تتعثري بسببه. أوه يا للهول، شعرك فوضوي. أوف، ربطة شعر، سأحاول أن أضعها على شعرك، ربما هكذا؟ كلا، هذا سيء يا أبي. حسناً، سأجرب شيئاً مختلفاً الآن. تسريح شعرك صعب وأنت تتحركين. لحظة، في الواقع، واصلي الدوران. أحسنتي يا ابنتي، واصلي. سأضع الربطة الآن. واو، تبدو مثل قرن يونيكورن. تفضلي. أبي، مرحى. أوه، أميرتي الصغيرة، هل كان يومك جيداً في المدرسة؟ حسناً، اجلسي بينما أنهي عملي. كدت أنتهي، لذا ابقي هادئة أثناء الانتظار. أشعر بالملل. كدت أنتهي. أوه، أو لا، أين ذهبتِ؟
أوف، اخرجي من هنا. احسني التصرف وابقي هنا. الاطفال متعبون. لحظة، ما هذا؟ أو لا، توقفي توقفي، هذا عملي، ابقي هنا. لكني مللت. هل تريدين اللعب بهاتفي؟ مرحة، سأتابع مقاطع فيديو. البطارية ضعيفة. أو لا، الشاحن مقطوع. ماذا سأفعل الآن؟ لحظة، ربما يمكنني فعل شيء بحافظة الهاتف هذا. سأستخدم هذا المنديل، ثم سأملأ هذا الغطاء البلاستيكي بالغراء. هذا يكفي، سأغلقه بمكواة الشعر. سأضعه على الحافظة، ثم سأضيف إطار الجليتر أيضاً. عظيم، يمكنها اللعب به. ستعجبها هذه اللعبة بالتأكيد، تفضلي. واو، توجد زهور وردية هنا. مرحبا أبي، هيا نرقص. هيا، سيكون هذا ممتعا. لنرى من الأكثر مهارة في الرقص. هل تتحدينني؟ هيا بنا إذن. أراهن أنه لا يمكنك الفوز. دورك. يمكنني عمل بعض الحركات. اعترفي، لقد أدهشتك. هذا أصعب مما أتذكر. من بارع في الرقص أكثر برأيكم؟ أنا. صوتوا لي أو سأعاقبكم. التالي، سكاكر شهية. أوه، سيكون هذا ممتعا. الحلوة المفضلة لدي شرائح الفواكه. ماذا؟ إنها من أشهى الحلويات، والحمراء منها هي المفضلة لدي. ماذا؟ ألا تبدو رائعة؟ أعتقد أنه شيء ممتع. أوه، هيا. لا يمكنني فتحها. أعتقد أنني لن أتذوقها أبداً. أوه، أعطيني إياها يا جدتي. لم أفهم طريقة فتحها. سأساعدك. حسناً، انظروا إلى هذه الألوان. أعتقد أن هذا كل شيء. وماذا الآن؟ هل علي فقط؟ لأرى هنا. لماذا هذه الأرقام صغيرة جداً؟ والشبكة سيئة أيضاً. هل عادت الشبكة؟ جيد. مرحباً. مرحباً. أنا بحاجة إلى المساعدة. لفائف الفواكه، أجل سيدتي. أتناولها فحسب. ها؟ رائع، شكراً على المساعدة. لا بأس. حان الوقت لجعل الأشياء أكثر إثارة. إنها صحية جداً الآن. إنها كلفائف الخضار. يا إلهي، يمكنني تناول الكثير من هذا. لا، بدأت أفقد عقلي. بقيت واحدة. ياي. لماذا لم أفكر بهذا من قبل؟ مغلف داخل مغلف، لذيذ. تبدو كقطعة حلوى صغيرة. رائحة هذه ليست جيدة. آيس كريم، نحب جميعا الآيس كريم، أليس كذلك؟ سأضع ملعقة من الآيس كريم. أجل، هذا ما أريده بالضبط. ثم أطويها بهذا الشكل وأجمع الحواف الخارجية معا. ما رأيكم؟ تشبه حبات الرافيولي أو شيئا كهذا. أعتقد أني انتهيت. جدتي؟ لا، تناولتها كلها. تبدو شهية، لكن لدي طبق واحد. ماذا حدث؟ عزيزتي. أعتقد أني سأسامحك. على الأقل لدي حلوى شهية لأتناولها. تبدو لذيذة. مذهل. لقد فزت بهذه الجولة يا جارد. كنت أعلم أنني سأنجح. هذه المرة سنحضر طعاماً صحياً.
سنستخدم التفاحة هنا. جيد، السيدات أولا. رائع، حسناً لنرى. جيد، تفاح. تفاح عادي، أليس كذلك؟ ماذا سأفعل بها؟ أوه، سأكشف عن طبقي. أوه، لا أرى أي تفاح هنا. هذا طري، غريب. ماذا الآن؟ أوه، مهلاً، خطرت لي فكرة. هل يمكننا التبديل؟ لا بأس. أجل أجل أجل، تفاح وتفاح. سيكون هذا ممتعاً. وجدتها. أولاً سأدحرج العجين. أجل، والآن سأقطعه هكذا. والمزيد من القطع. ستصبح الأمور أكثر إثارة الآن. نحتاج إلى كرة عجين مثالية الشكل. هل ترون؟ هذا هو شكلها النهائي. لكن سنضيف إليها ثقباً صغيراً. وما التالي؟ القليل من اللون الجميل. مذاقها كالتفاح. أصبحت كالتفاح الآن. أليست جميلة؟ سأعود حالاً. أحتاج إلى القليل من الحرارة فقط. انظروا إليها وهي تنضج. تبدو جاهزة. تبدو هذه حقيقية أكثر من تفاحتك. انظر إليها. لكن كن حذراً، فهي ساخنة جداً. يعتمد الأمر كله على طريقة التقديم. هكذا. إنها رائعة. يبدو أن الوقت قد نفد. أوبس، لنرى ما سيعجبها. ياي، تناول أحدهم قضمة منها بالفعل؟ مقزز، لا شكراً. وهذه على الجانب الآخر. إنها من العجين. رائع، لقد فزت أيتها الجدة. لا تبكي الآن. هل ترغب بإجراء اختبار لمهاراتك في تحضير الطعام؟ إذن ابدأ في التحضير لمسابقتك الخاصة. لكن لا تنافس جدتك، فهي قادرة على هزيمة الجميع. هل شاهدت هذا الفيديو؟ اشترك في القناة كي لا يفوتك أي جديد من فيديوهاتنا لا شيء ممل كتنظيف السيارة. يوم حار. مرحبا، سأبتلع كرشي. كان عليك المجيء. انظري لهذا، لا يمكن لأحد مقاومة خصلات شعري. مرحبا يا فتيات. هذا مضحك، أليس كذلك؟ تقليدي. هل تضحكان لي؟ أليس كذلك؟ لا، كالعادة. حسنا، سأعود إلى العمل. سأنظفها جيدا. إنها نظيفة تماما. عمل جيد، سررت كثيرا بالنتيجة. أنا جاهزة للذهاب إلى المدرسة يا أبي. تعال يا عزيزتي. حسنا، هيا بنا لنشغل الموسيقى أولا. أحب هذه الموسيقى. لا 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 لا. أوهو. لا، ماذا تفعلين؟ أوبس، عذرا. نظفت السيارة للتو. لكني لا يزال بإمكاني الرقص قليلا. أوهو. ماذا قلت لك؟ حسنا، خذ نفسا وتذكر دروس اليوغا. مهلا، خطرت لي فكرة. ستحل هذه البلوزة المشكلة كليا. سأدخلها من مسند الرأس ثم أسحبها للأسفل لتغطي المقعد. والآن يمكنك الرقص يا عزيزتي. شكرا أبي. لا 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 لا. لننطلق. التالي، أريد بعض البيض. البيض رائع. جدتي، دعيني أكشف عن طبقي أولا هذه المرة. لا أعرف ماذا كنت أتوقع، لكنني حصلت على بيض طبعا. جدتي، هل يمكنني استعارة المقلاة منك؟ بكل سرور. شكرا، لكني بحاجة الآن إلى معرفة ما علي فعله. حصلت على 3 بيضات ومقلاة الجدة.
حتما هناك شيء يمكنني فعله بهذا. ربما لو صنعت شيئا كهذا. إنه يفكر كثيرا. لنرى ما لدي. يبدو أنني حصلت أيضا على 3 بيضات. حسنا، أعرف ما سأفعله بهذا. أحتاج إلى غلاية لسلق البيض. لا أفهم أي من هذا. تعالي، سأحتاج إلى ساعة. أملأت. حان الوقت لتحسين الساعة لأنني بحاجة إلى قطعها. أريد هذا النابض الصغير. هذا ما أبحث عنه بالضبط. سأستخدم النابض الآن لتقطيع البيض المسلوق. سأضغط على البيضة بالنابض لأقطعها بهذا الشكل. وهكذا أكون قد قطعت البيضة إلى نصفين. ثم سأقطع النصف إلى نصفين. جميل، أشكال ممتعة. أحببتها حقاً. سأضيف القليل من البابريكا والسمسم ليصبح البيض أفضل. لكن ماذا سأفعل بالبقايا؟ واو، كسرت أول بيضة، بقيت 2. جيد، سأضيف الآن الصلصة الحارة. سأتناول من هذه الصلصة الحارة. أجل، إنها لذيذة. أوه، حارة جداً. أوه، حارة كالنار. لكني طهوت البيضة كما أريد. أوه عزيزي، حسناً، أمل أن يكون كل شيء على ما يرام. مرحبا بيض، المفضل لدي على مائدة الإفطار. لذيذة. مرحبا، لقد أحببتها. سأتذوق هذا الآن. سأستخدم الشوكة. هاو، أحب البيض المقلي. هاو، إنه مليء بالقشرة. فازت البيضة مرة أخرى. البيض الذي أعددته. أريد الفقاعات الآن. الفقاعات جميلة. جدتي، انظري هناك. ما هذا؟ حسناً، سأرى ما لدي الآن. ما هذا الشيء؟ كيف سأصنع بها الفقاعات؟ أحب شرب الشاي في الصباح، وبالأخص شربه بشفاطة العصير. أوه، أوحى لي هذا بفكرة. سأستعين بمجفف الشعر مرة أخرى لإذابة هذه السكاكر. أوه، لقد ارتويت. أوه، حسناً، علي رؤية ما يوجد في طبقي. يا إلهي، يبدو أنني حصلت على كومة من علكة الفقاعات. أستمتع بمضغ العلكة فعلاً. سأحاول الآن صنع فقاعة. ربما أحتاج إلى المزيد من العلكة لصنع بعض الفقاعات. حسناً، سأجرب ثانية. أوه، لقد انفجرت. هذا ممتع. حسناً، أحتاج إلى المزيد من العلكة. هيا إلى فمي. سأصنع أكبر فقاعة على الإطلاق. وقت الفقاعات. سأريد السكاكر التي لدي. يا إلهي، لقد حملتني فقاعة. أوه، أين ذهبت الجدة؟ واو، إنها تحلق عالياً. وداعاً جدتي. حسناً، أدبت كل السكاكر التي بحوزتي. أحتاج الآن إلى الخطوة التالية. سأضع هذه المصاصة في السكاكر المدابة. يجب أن يلتصق جزء منها بنهاية المصاصات. ثم سأنفخ بعض الفقاعات. أجل، نجحت. أوه، لقد انفجرت. هذا رائع حقاً. أوه يا إلهي، كانت مغامرة غريبة. جدتي، لا أصدق أنك سقطت من ارتفاع كبير. كان هذا مخيفاً بعض الشيء. مرحبا، حان وقت الفقاعات. أين الفقاعات؟ لا أعرف بخصوص جدتي، لكن جربي طبقي. حسناً، سأستخدم هذه الشفاطة ثم سأنفخ. واو، صنعت فقاعة. مذهل، أحب الفقاعات. سأتناولها أيضاً. لذيذة، لقد أحببتها كثيراً. لذا أنت الفائز. رائع، وأخيراً. ياي، الجدة هي الفائزة. أوه يا إلهي، لا أصدق أنني قد فزت. أنا سعيدة للغاية لأن طعامي قد أعجبك بشدة. جدتي، أحضرت لك هذه الأزهار للاحتفال بفوزك. يا لك من حفيد رائع. حان الوقت لتحدي بسيط. هذا أفضل. أوه، لا أصدق أننا علقنا هنا. هذا ما نسميه بالتسلية الحقيقية. رائع، هل تعتقدان أن بإمكانكما تحضير شيء كهذا؟ هذا ليس سيئاً. أوه، أنا الأصغر، لذا سأبدأ أولاً. شكراً جدتي. كوز ذرة مثالي. استمتع به يا عزيزي. أراهن أنه لذيذ وطري أيضاً. سأتخلص من هذه القشرة الغبية. أنت تعرف ما تفعله حقاً. أجل، هل أجرؤ على ذلك؟ تقطيع الذرة. لنرى ذلك ثانية. ممتاز، أفضل كوز ذرة على الإطلاق. نحتاج إلى بعض الحرارة. أصبحت هذه الذرة ناضجة جيداً. أجل، ممتازة. رائع، بقيت الآن خطوة أخيرة لكنها مهمة. حامل الذرة. تدا!
والقليل من الصلصة، لن أضع الكثير. بضع قطرات لذيذة. انظري إلى هذا المنظر الشهي. لنتوقف هنا الآن. ما زال علي تحضير طبقي. لست متأكدة مما علي فعله بهذا، ولا أعتقد أنه صالح للأكل إلا إذا استخدمت عقلي لإيجاد حل. ستشكل هذه التسننات حبات الذرة. يعتمد الأمر كله على استخدام التصميم الصحيح. وضعنا الخطوط الأفقية الآن. سنضيف بعدها الخطوط العمودية وخطنا آخر. سأضمها الآن بهذا الشكل، ثم أزيل العيدان تماماً. تدا! سأبسط الصلصال بالشوك الآن، ثم أضعه هنا وأضيف إليه الذرة الصفراء. سأضع الصلصال الآخر هنا بحذر وأخفضه للأسفل بأصابعي. هكذا، أليس جميلاً؟ أنجزنا عملاً رائعاً، أليس كذلك؟ أنا أحب الذرة وأشتهي تناول شيء لذيذ. الذرة شهية، تصلح كوجبة خفيفة لمائدة العشاء، لكن تبدو هذه شهية أيضاً. هل يفترض حدوث هذا؟ مقزز؟ لا، لا يناسبني. لقد فزت يا جارد. كنت أعلم، ربما تفوزين في المرة القادمة يا جدتي. شو، ابتعدي من هنا، سأرش عليك طارد الحشرات. كلا، إنه مقزز. إلى أين أنت ذاهب؟ حسناً، لقد حاولت. نانا، لا يمكنك الإمساك بي. هذا المكان جيد لتناول الحلوى. يا له من كتاب مثير. طرية جداً. هولا، ابتعدي. أمي، دعيني وشأني. هل هذا صوت الأيام؟ كلا، ربما أتخيل. أنقذيني، خذي هذا. لقد غضبت الآن. ساعديني يا أمي، هاجمني البعوض، إنه سيء فعلا. لا تقلق يا عزيزي، أعرف ما علي فعله. أنت بحاجة فقط لبضع نقاط من هذا الشيء. سأضعها على سوار معصمك وسيمنع هذا البعوض من الاقتراب منك، ولن يزعجك بعد الآن. قبلني الآن. سأذهب للعب مع البعوض. لقد عدت للانتقام هذه المرة. خذوا هذا. أحب الشوكولاتة، أحب الشوكولاتة. كلا، أعطني هذا. الطعام غير صحي ممنوع على الإفطار. مقرف، لا أريد هذا. أتريدين بعض الديدان الجيلاتينية؟ إنها الأفضل. ماذا تفعل؟ أخرج من هنا. لا أريد هذا. أترين؟ إنها تريد الحلوى. كلا، لا أريد أي منهما. هيا، خذي طعامك. قلت لا، ابتعدا. واو، ماذا حدث؟ يبدو أنه تحدى. لنبدأ. أجل، لوح شوكولاتة، إنها الأفضل على الإطلاق. شوكولاتة؟ لما لا تسمح لي بالبدء أولاً كوني الأكبر سناً؟ شكراً لك، لنرى. شوكولاتة بنكهة البندق، شهية. من الأفضل فتح العلبة والتأكد من مذاقها. لحسن الحظ، لدي هذه الملعقة. ستكون كبيرة بما يكفي للتذوق. أعتقد أن علي مكافأة نفسي بالمزيد. هذا المقدار جيد. يم يم يم. يبدو هذا شهياً حقاً يا جدتي. سأرى ما لدي. لوح شوكولاتة. أراهن أنني قادر. لا أعتقد ذلك. لذيذة. لا، انتهت كل الشوكولاتة. لقد تناولتها كلها. تباً، لا أصدق أنها انتهت. هذا ما أحتاجه بالضبط. خطرت لي فكرة رائعة. سأسكب هذا في الوعاء. انظروا كيف أملأه. امتلأ كله بالحليب. حسناً، والآن سأضع الغطاء على الوعاء. هكذا، ثم أرجه قليلاً. هذا مثير، وهذا مفيد لعضلاتي أيضاً. حسناً، حان وقت فتح الوعاء لرؤية النتيجة. وسأضيف إليه القليل من الكريمة ليصبح أفضل. انظروا إلى هذه الكريمة الشهية. سأضيف المزيد، إنها شهية جداً. مذهل، سيكون هذا فاخراً. لا يمكن الاستغناء عن رشات الزينة. سأضيف القليل منها فوق الكريمة.
لسنا نضع الكثير، رشة واحدة فقط. وماذا الآن؟ هو حان وقت الحيلولة. هي خطرت لي فكرة ذكية، سأستعين بمجفف الشعر لإذابة هذه الشوكولاتة. هي أصبحت طرية للغاية. حسناً، سأخذ هذا اللوح ومقص ثم أقص هذه الزاوية لأتمكن من فتحه. حسناً، يمكنني الآن إخراج الشوكولاتة المذابة. أجل، انظروا إلى هذه الشوكولاتة الشهية، بقي القليل فقط. سأبدل طبقي الآن مع علبة جدتي. وهكذا حصلت على الحلوى الشهية وحصلت هي على الحلوى السيئة. جدتي، يا إلهي، يبدو هذا شهياً. سأستخدم شفاطة العصير. لذيذ، إنه حقا رائع. شكراً أخي. أخي، ما الذي يعنيه هذا؟ أنا من صنعت هذا المشروب. أو ما هذا؟ إنه براز. مهلاً، رائحته كالشوكولاتة، بل هو شوكولاتة حقيقية. لذيذة جداً، أحببتها. لقد فزتما أنتما الاثنان. حسناً، يا لها من نهاية سعيدة لكلانا. سأشرب الشاي وأسترخي. أمي، انظري، حل هذا اليوم أخيراً. أوف، اتسخ ردائي. حسناً، هيا يا ولدي، يجب أن تبدو في أفضل حلة. لنذهب إلى الروضة. أمي، إنها تمطر. ماذا سأفعل؟ أوه، لا تبكي يا ولدي، انظر، هذه مظلة. أوه صحيح، ضربتها صاعقة. أريد الذهاب للروضة. انتظر يا عزيزي. أين المناديل؟ لحظة، ستارة الحمام، إنها الحل المنشود. سأبدأ بطيها بهذا الشكل. سأحتاج إلى المقص الآن. سأقص طرف الستارة. أصبحت هذه القطع جاهزة. سأستخدم مكواة الشعر بهذه الطريقة. انتهيت، أصبح الرداء جاهزاً. انظر، ما رأيك؟ هل أعجبك ردائي الواقي من المطر؟ أجل، صنعت واحداً لك أيضاً. سنذهب الآن إلى الروضة دون أن تتبلل. حسناً عزيزتي، لنلقي نظرة على غرفة اللعب. تبدو مرتبة. أوه، هناك الكثير من الأشياء. أوف، هناك مواضع خطر كثيرة هنا. كلا، ابقي هنا يا عزيزتي، لا تتحركي، سأجعل هذه الغرفة آمنة لك. ستساعدني هذه الأغراض. يجب أن أغطي الزوايا الحادة. سيساعدني شريط اللاصق كثيراً. أوف، يبدو كل شيء آمناً الآن. كان ذلك مرهقاً. حسناً عزيزتي، هل أنت مستعدة للعب؟ هاي آي، لقد سقطت. مرحة، وقت اللعب. لحظة، لا تتحركي. كان ذلك وشيكاً. بقيت خطوة واحدة فقط. سأضع قطعة من الشريط اللاصق على الأرضية ثم سألصق السجادة عليها. هكذا ستبقى في مكانها الآن. يمكنك اللعب الآن. مرحة، وقت اللعب. أوف، من الأفضل أن أقطع حبات الطماطم الكرزية هذا. أمي، انظري، اخترت زياً جديداً، هل أعجبك؟ يا إلهي، تبدين في غاية الأناقة. أهلاً أمي، هل ساعدتني والتقطتي صورة لي؟ حسناً، ها هي الكاميرا، ابتسمي. جميل، والآن اتخذي وضعيات مختلفة. أوه، تبدين رائعة في هذه الصور، تعالي وانظري. ياي، أريد رؤية الصور. هل تبدين رائعة؟ حبيبة أمك. ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ يبدو وجهي هكذا. ليزي، لابد أن هناك شيئا يمكنني فعله لوقف دموعها. خذ الذرة، هذا هو الحل. ليزي، تعال إلى هنا. سأضع كوز الذرة هنا
والآن قفي هناك واتخذي هذه الوضعية. حسناً، وأنا أضبط مؤقت الكاميرا. هل أنت مستعدة لنلتقط الصور؟ أنا ضخمة، يلا من حبة أناناس عملاقة. انظري يا ليزي إلى هذه الصور الآن. ياي، إنها أفضل صور التقطتها في حياتي. شكراً أمي. والآن سألتقط صورة سيلفي لي. كيف هي يا ترى؟ هو هل هذا وجهي حقاً؟ لن أنشر هذه الصورة. هاو، يمكنني دائماً الاستفادة من قبعة جديدة، إنها تناسبني. ها؟ أمسكت بها. التقاط جيد، كان ذلك وجهي كان. تفضلي. شكراً لك. هاو، انظر ماذا لدي. إنه قالب على شكل أرنب لطيف. سأبدأ بفصل مكونات البيضة. سأضع البياض في كأس والصفار في كأس آخر، ثم سأخفقهما. سأضع القالب في مقلاة. يمكنني استخدام هذه المحقنة لوضع البياض في المقلاة، إنها تمنع التسبب في أي فوضى. سأستخدم محقنة ثانية للصفار. سأضع العينين بهذه المحقنة. أظن أن البيض جاهز. إنها بيضة على شكل أرنب. هو إنه لطيف. من كان ذلك الرجل؟ أوه، يمكنني استخدام هذا. أوه، سيفي هذا الكرتون بالغرض. قطعت شكل قلب منه. سأثبته في مكانه بهذه الشوكة وسأصب بياض البيض. سأصبه حول الكرتون ثم نتركه ليطهى. والآن سأزيل الكرتون بحذر وسأضيف الصفار. سأستخدم محقنة أيضاً. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. والآن سأتركه ليطهى. يبدو جائزاً، أحببته كثيراً. هذا جيد، يوجد شيء واحد ينقصني. لا أريد شيئاً. ويمكنك الاحتفاظ بالبيض خاصتك، لكن ما زلنا صديقين، صافحني. هذا غريب. يا إيفا، ستكون حفلة الشواء هذه رائعة. عظيم، حان وقت تحضير شطائر النقانق. سأستخدم هذا السيخ لالتقاط النقانق ووضعها في الخبزة. سأضيف الكاتشب، ولا يمكن أن أنسى الخردل بالطبع. تبدو شطيرة النقانق يا ذي الشهية. تفضلي يا عزيزتي. يا، تبدو لذيذة جدا. لا مزيد من المماطلة، يجب أن أنتهي من كل هذه النقانق. التالي. جاهزة، جاهزة، جاهزة. حان وقت آخر الشطيرة. تحضير شطائر النقانق عمل شاق. أتفق معك يا جدتي. حان الآن وقت الخطوة الأخيرة. إيفا، ماذا تفعلين؟ هذه النقانق لذيذة يا جدتي. أنت، ليس لدينا ما يكفي للحفلة. ماذا سأفعل بك؟ مهلاً، خطرت للجدة فكرة عظيمة. سأقطع قطعة النقانق هذه إلى نصفين. سأضع الآن مفصل إصبعي بجانب قطعة النقانق. وسأضيف الكاتشب لجعلها تبدو حقيقية أكثر. والسيخ كلمسة أخيرة. هذا الرائع. ما المشكلة يا جدتي؟ هل أنت بخير؟ لقد جرحت إصبعي يا إيفا، أنقذيني. إصبعي المسكين، إصبع جدتي المسكينة. سأسحب السيخ، من الأفضل أن أتحقق من حال إصبعي. سأقدم. هذه النقانق لذيذة. يا إلهي، هذا رائع. لا يمكنني التوقف عن المشاهدة، ولا يمكنني أيضا التوقف عن تناول هذه الحلوى. حبة وردية، النكهة المفضلة لدي. هاي، ما هذه الحلوى؟ لذيذة، أعطني هذا، أريد المزيد. أحب هذه السكاكر، وداعاً يا أمي. لقد أخذت الحلوى خاصتي، يجب أن أفعل شيئاً. حسناً، سأحضر حلواً جديدة من المطبخ. إنها لا تراني، هذه فرصتي لأخذ المزيد من الحلوى. الحمد لله. ياي، المزيد من السكاكر، شكراً أمي. لابد أنك تمزحين. حسناً، لن تجدني هنا. مرحباً أمي، شكراً على الحلوى. أريد تناول بعض الحلوى فقط. هل هذا كثير؟ يجب أن أكون أكثر هدوءاً ويقظة، وهذا كل شيء. يبدو هذا المكان آمناً. ما
قبل اللحظة، أعتقد أنه قد خطرت لي فكرة. لدي كيس المناديل المبللة هذا، أجل يمكنني الاستفادة منه. أولاً سأخرج المناديل، ثم سأزيل قطعة البلاستيك هذا داخل المستطيل، والآن أصبح جاهزاً لإضافة المزيد من الحلوى. انظروا إلى هذا، لقد ملأته بالحلوى ويمكنني استخدام الغطاء. أصبحت الحلوى الآن مغطية تماماً، سأتناول واحدة الآن. أوه انظروا إليها، تبدو هذه الحلوى الصفراء شهية لذيذة، أحب الحلوى كثيراً. فلن، ما هذا الاهتزاز؟ هلا انظروا إلى الماء، إنها قادمة. أوه قد أتت. مرحباً أمي، هاي أشم رائحة حلوى، هل لديك أي منها؟ ماذا أنا؟ ليس لدي أي حلوى سوى كيس المناديل المبللة هذا. دعيني أراه، لا أعتقد أن هذا الشيء يحتوي على حلوى. حسناً يمكنك أخذه، أوه ربما الحلوى في مكان ما هناك. لقد ذهبت، وأخيراً يمكنني الاسترخاء بهدوء، وبالطبع سأتناول هذه الحلوى الشهية. أي من هذه الحيل ستستخدمون؟ أخبرونا بذلك في التعليقات أدناه، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة. سنان أعتقد أنني مستعدة للعمل. أجل لدينا بعض المشكلات علينا حلها. نعم أفهمك تماما، أعتقد أننا سنحلها اليوم. فلا ماذا يحدث؟ يتصرف الحاسوب بغرابة. هاي هل يسمعني أحد؟ لماذا تفعل بي هذا أيها الحاسوب الغبي؟ ربما إن حملته بهذا الشكل كان اجتماعاً في غاية الأهمية وسيفوتني الآن. أمي مشغولة، إنها فرصتي لتناول بعض الحلوى سراً. ها؟ ماذا هناك؟ مرحباً أمي، أنا فقط حسناً أفعل بعض الأشياء. لا لا أريدها أن تأخذ مسلياتي. أشياء؟ مهلاً لنرى هذا. ها اللاقط هناك والعلبة المعدنية في يدي، بكل تأكيد هذا هو الحل لمشكلة حاسوبي. أنا بحاجة إلى هذه العلبة لكن أريدها فارغة، والآن سأستخدم هذا المقص لقص العلبة. سأفتحها بهذا الشكل. ممتاز حصلت على ما أريده بالضبط، والآن سأضع هذه على اللاقط. مرحباً، هل يمكنكم الآن سماعي ورؤيتي؟ يا إلهي ماذا ترتدين؟ ملابس النوم؟ لا نسيت ارتداء بنطال العمل، أعتذر عن هذا. هل للمخاطي أي رائحة؟ كلا أعتقد لا. عزيزتي لقد عدت من المتجر، هل اشتقت إلي؟ سأخرج المشتريات من الأكياس. واو ماذا لديها في هذا الكيس الكبير؟ هل بداخله حلوى؟ ربما كيس من رقائق البطاطس؟ أوه الشوكولاتة مفرودة، أريدها حالا، سأذهب لإحضارها. وماذا لدي هنا أيضا؟ حسنا تبقت بضعة أشياء، القليل من التفاح، سأضعه هذه هنا. ليزي لقد أخفتني. هل تريدين بعض الطعام؟ على عادة ما تبحثين عنه؟ ياي إنها المفضلة لدي. كم هي لطيفة، أحب أن يمي يمي يمي، إنها شهية جدا. أريد المزيد. لا لن يجدي هذا، حان الوقت لتنظيف المكان. ابقي هادئة يا ليزي، سأنظف وجهك وأبدل ملابسك. هكذا سأرتب شعرك أيضا. لا أصدق كيف أحدثت كل هذه الفوضى بسرعة. لحسن الحظ أنني أوقفت هذا. يمي يمي. تباً كانت علبة الشوكولاتة في يدي الآن. ابقي ثابتة، سأنظفك مجدداً. هكذا لا أصدق كيف يمكنها إحداث كل هذه الفوضى في وقت قصير. مهلا لحظة، أراهن أن حل هذه المشكلة يكمن في هذا الكيس. أعطني هذا يا عزيزتي، سأجعلك ترتدين هذا الكيس. هكذا لما علي ارتداء هذا الشيء؟ ياي شوكولاتة، يمي يمي يمي. يا إلهي يا لها من طفلة فوضوية، لكن على الأقل ستكون الفوضى على الكيس. من دمية الرائعة، تفضلي الحلوى. هل تريدين الذهاب إلى المرحاض قبل الانطلاق؟ كلا هيا بنا. حسنا حسنا تشبثي. وي هذا ممتع. أوهو لا تبتعدي يا عزيزتي. هذه جميلة، أريدها، أمسكت بها. رائحتها طيبة. أريد قضاء حاجتي. أبي أبي لدينا حالة طارئة. وجدتها، تعالي معي بسرعة.
لابد أن هناك شجيرة في مكان قريب هنا. هذا المكان ممتاز، يمكنك الاستمتاع بالطبيعة أيضا. مستحيل. حسنا دعيني أفكر. وجدتها، اتبعيني. أين هي؟ أبي. خذي. أنت تمزح أليس كذلك؟ كلا. فكر يا رجل، الوضع جدي. قد يكون هذا مفيدا. وجدت الحل. تضع هذا الدلو في صندوق السيارة، وضع عليه الغطاء ليكون كمقعد مرحاض، وها هو عرشك بانتظارك. الوقت المطلوب. سأضع هذه البطانية لأمنحك بعض الخصوصية. مجرد يوم آخر أؤدي فيه مهام الأبوة. وهيا بسرعة. لا 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 لا. إيفا. حسنا حسنا، سنحضر الفشار هذه المرة. حظا طيبا. فشار ها؟ يبدو أن طبقي جاهز. حبات نيئة من الذرة، لكنها حبات جميلة. حسناً، إنها الوجبة الخفيفة المفضلة لدي. مهلاً. يبدو شهياً. أعتقد أن بإمكاني جعله شهياً أكثر. أجل، سأنتقل إلى عالم النكهات. لهذا صنع الملح، لن أضع الكثير. ممتاز. حسناً، القليل بعد. جارد، هذا ملح. رائع. لا. حسناً. لتمطر السماء الآن. وجدتها. حسناً، إنها تحفتي الفنية في الطهي. لا أحد يطهو كالجدة. وسأستعين هذه المرة بنكهة حلوة. أحتاج فقط إلى القليل من التحضير. سأشغل الحرارة وأضيف القليل من المكون السري. جيد، والآن حان وقت الجزء الأهم. استمتعوا يا أولاد. كدت أنسى، نحن بحاجة إلى القليل من الماء. ممتاز، والآن سيحدث السحر. انظروا إليها وهي تغلي. يا له من صوت جميل، وكأنها في حفلة رقص. وقد ذابت الشوكولاتة تماما. سأتحقق منها. لذيذة فعلا. أنا بارع حقا. انظروا إلى هذا. يا سنرى الطبق الذي سيعجبها. شاهدي فقط. هذا مثير حقا. ما هذا الشيء؟ حسنا. إنه ملح نقي. حسنا، يبدو هذا مبشرا. هذه النقطة من نصيب الجدة. يا إلهي، لقد فزت. التالي، أريد بعض الرقائق المقرمشة واللذيذة. واو، خيار رائع، أنا متحمس جدا. لنرى ما لدينا هنا. حسنا، خبز التورتيلا. حتما يمكنني عمل هذا. تضع الخبز في الصينية فوق ورق الخبز. سأرش القليل من زيت الزيتون فوق الخبز، ثم سأحتاج إلى بعض التوابل. القليل من الفلفل الأسود سيفي بالغرض. أعتقد أن هذا كافيا. ثم سأضع الصينية في الفرن. ماذا يحدث؟ انشغلت قليلا بالخياطة. سأرى ما لدي. حصلت على بطاطس طازجة. إنها رائعة. سأقطعها إلى شرائح رقيقة. البطاطس مقطعة إلى شرائح وجاهزة للتحول إلى رقائق. إنها مثالية لوضعها في جهاز التحميص. ما هذه الرائحة؟ أظنها رائحة دخان. أشمها أيضا. خبز تورتيلا. عليك الذهاب لإنقاذ الموقف. متحمسة لرؤية البطاطس الجاهزة. مذهلة. كلا. هنا، أمسكت بها. جدتي، إنها حارة جدا. أمسكت بها في فمي. شهية، أحببتها يا جدتي. سعيدة جدا لأنها أعجبتك. تبا، لقد احترقت التورتيلا بالكامل. فازت الجدة. أجل، رائحة مقززة. سأستخدم مبرد الأظافر قليلا. وأنا يا عصار أدور وأدور. تقضي عليك، أنا الأسرع في العالم.
ليزي توقفي، توقفي عن الجارية، والآن تعالي واجلسي على طاولتك. انظري، هذه بعض المستلزمات الفنية. لماذا لا ترسمين بدلا من اللعب هكذا؟ وأخيرا بعض الهدوء ليتمكن من التركيز. مهلا لحظة، ما هذا الذي على وجهك؟ أوه، لابد أنك تمزحين. أعتقد أنني سأخذ منها هذه الأشياء. ليزي، ماذا تفعلين؟ لكني بحاجة إلى اللون الأصفر لإكمال لوحاتي. كيف يمكنها التسبب في كل هذه الفوضى في وقت قصير؟ إنها تفقدني صوابي اليوم. أوه، حبيبات الحلوى، خطرت لي فكرة. ربما يمكنني استخدام صينية مكعبات ثلج مع حبيبات الحلوى هذا. سأضع بعض الحلوى في الصينية بألوان متطابقة طبعاً، ثم سأضيف الماء. الأخيرة، أوه، بدأت الألوان تزول عن حبيبات الحلوى، وها هي تملأ الماء بدلاً من ذلك. والآن يمكنني إزالة الحلوى وتجميد الماء. عزيزتي ليزي، أحضرت لك طلاء خاصا لك أنت. أوه، هذا جميل، إنه شيء أيضا. لقد أوشكت على الانتهاء من اللوحة التي رسمتها. يا إلهي، يا لا من لوحة جميلة. شكرا جزيلا ليزي، أنت فنانة رائعة.